تهتم الجامعة بتوفير السكن الملائم للطلاب المغتربين، وتعد المدن الجامعية في جامعة المنصورة من أهم قطاعات الخدمات الطلابية. والتي حظيت باهتمام الجامعة منذ إنشائها وحتى الآن، ويتمثل هذا الاهتمام في عمليات التطوير المستمرة، وتسعى الجامعة لتوفير كافة أوجه الرعاية، ومنها توفير أماكن لإقامة للطالبات داخل الحرم الجامعي بشكل عصري وبمستويات مختلفة تناسب كافة الشرائح الاجتماعية. وتم تطوير وتحديث مبنى أبو بكر الصديق بمدينة جيهان للطالبات بعد أن توقف التسكين به منذ عام 2010. وتمت عمليات التطوير بقيمة إجمالية 17.8 مليون جنيه، منها 5.4 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، و 12.4 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة. وتم تأهيله وتجهيزه بأحدث محتويات التجهيز التي تضمن الراحة للطالبات خلال إقامتهن بها.